بعد حصوله على مركبة التوك توك بدأ يسلم مشواره في العمل داخل الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة المكلا، فقد باتت تشكل وسيلة نقل، ما فتح أبواب رزق لبعض المواطنين في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة وانعدام فرص العمل. حسب ما ترون في هذه البلاد أزمات وقلة الأشغال، والحمد لله نحمد الله على كل حال، وهذه أتاحت لنا فرصة جديدة، ربما أن نكون أول مرة نزلت على الشارع الناس لم تعرفها من قبل، ولكن نسأل الله أن يوفقنا في هذه الخطوة والعمل. يسلم واحد من 40 فردا حصلوا على عربة مجانية وزعت على أسر ذوي الاحتياجات الخاصة والمعدمين لتمكينهم من الحصول على مصدر دخل مستدام يسهم في تحسين وضعهم المعيشي وجعلهم يعتمدون على أنفسهم، وذلك بتمويل وقف الديانة التركي وتنفيذ مؤسسة البادية للتنمية. ويعتبر المشروع الأول تقريبا على مستوى محافظة حضرموت المكلا التوك توك نقل ركاب. المشروع هذا مشروع حيوي جدا، وأهميته تكمن في الاستدامة، تحقيق دخل ثابت لهذه الأسرة. لم يعتد أهالي مدن ساحل حضرموت وجود وسائل نقل مثل هذه العربات، لكن مؤخرا ومع ارتفاع أسعار النقل المعتاد ستشكل هذه العربات التوك توك وسيلة مواصلات أساسية نتيجة انخفاض تكاليف النقل بها بحسب ما يراه الكثيرون. زكريا محمد، قناة المهرية، المكلا.